أنا فخور بكوني رئيس سابق للفيفا أتحدث مع الأفارقة من خلال برنامجكم، وسعيد لما وصلنا إليه معا، وخصوصا بعد 2006-2010 ما رأيناه من المنتخب المصري والأفارقة سواء على أمم إفريقيا أو كأس العالم منذ عام 2006، ويجب أن أقول أننا سعداء أننا أدرنا بجوار رجل عظيم الراحل نيلسون مانديلا. وخصوص هذه المناسبة أحيي أيضا منظومة الكرة في غانا، و وكل أعضاء الاتحاد الإفريقي قد ساعدوني كثيرا، وليس فقط في جنوب إفريقيا، ولكن النتيجة كانت واجهة مشرفة لكرة القدم الإفريقية. نعم، في عام 2010. نعم.